استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر مع معالي عمرو موسى الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في حوار المنامة 2017 وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفه بمعالي عمر موسى واستعرض معه المواضيع التي نوقشت في جلسات حوار المنامة وما يتوجب عمله لمواجهه التحديات الخطيره التي تشهدها المنطقه والعالم حيث تم التاكيد على تعزيز العمل العربي المشترك وبخاصه فيما يتعلق بموضوع القدس